بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة لا نحصي لها عدا ولا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وعد الشاكرين لنعمه بالمزيد، وتوعد الكافرين لنعمه بالعذاب الشديد. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل الشاكرين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أن نعمة الأمن من أعظم النعم بعد نعمة الإسلام، لأنه يأمن الإنسان فيه على نفسه وعلى ماله وعلى عرضه، وبه تتم النعمة، وبه يطمئن الناس في بلادهم ومساكنهم بالأمن والاستقرار، يستتب الأمن ويستتب الأمر، ويمتد الناس في طلب الأرزاق وفي مصالحهم ومعايشهم، فهو نعمة عظيمة يمن الله بها على من يشاء من عباده. وهذه النعمة لا تحصل بقوة السلاح أو قوة العدة والاختراع أو بالحصون والمباني المنيفة، فها هم الكفار يملكون من العدد والعدة أقوى ما في الوجود، أقوى ما في هذه الدنيا بيد الخلق، ومع هذا هم في اضطراب وقلق وحيرة. ولم ينفع اليهود حصونهم، حيث ظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. إن الأمن لا يحصل إلا بالأسباب التي جعلها الله أسباباً لتحصيله، وأعظم هذه الأسباب توحيد الله جل وعلا بعبادته وحده لا شريك له، والإيمان به، والعمل الصالح، كما قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فجعل توحيده والإيمان به والعمل الصالح أسباباً لتوفر الأمن، وبفقد هذه الأسباب يفقد الأمن. وقال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا بالله ووحدوه وأطاعوه وأخلصوا له العبادة، ولم يلبسوا أي لم يخلطوا إيمانهم أي لم يخلطوا توحيدهم بشرك، فالظلم هو الشرك، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم، أولئك لهم الأمن، أولئك لهم الأمن، أما غيرهم فلا أمن لهم وهم مهتدون. الأمن في الدنيا والأمن في الآخرة بسبب الإيمان وإخلاص العبادة لله
سبحانه وتعالى. وكذلك من أسباب الأمن طاعة ولاة أمور المسلمين لجمع الكلمة ووحدة الصف. ولهذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فالله سبحانه وتعالى أمر بطاعته وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر من المسلمين، لأن شق عصا الطاعة والخروج على ولاة الأمور يسبب تفرق الكلمة وضعف القوة وتسلط الأعداء وسفك الدماء وسلب الأموال وتسلط الظلمة. فالله جعل ولاة الأمور من المسلمين ليقيموا العدل بين الناس ويمنعوا الظلم ويقيموا الحدود حتى يستتب الأمن والاطمئنان في البلد. ومن أسباب الأمن إقامة الحدود التي جعلها الله رادعة للمجرمين عن إجرامهم وبغيهم وفسادهم. قال الله سبحانه وتعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فالقصاص به تحفظ الأنفس ويأمن المجتمع، وقطع يد السارق تحفظ به الأموال، وجلد الشارب والسكران تحفظ به العقول، وقتل المرتد تحفظ به العقيدة، وإقامة الحد على الزاني تحفظ به الأعراض والأنساب، وإقامة الحد على القاذف تحفظ به أعراض المسلمين، إلى غير ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: لحد يقام في الأرض خير لها من أن تمطر 40 صباحا. وكذلك من أسباب الأمن تحكيم القرآن والسنة، تحكيم الشرع بين الناس. قال صلى الله عليه وسلم: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. فبهذه الأمور يتوفر الأمن. وإذا رجعنا إلى ما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجاهلية، وجدنا الاضطراب والقلق والخوف، سفك الدماء وسلب الأموال، تسلط الظلمة. فلما جاء الله جل وعلا بهذا النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا الدين، ودخل الناس فيه أفواجاً، أمنوا على دمائهم وأموالهم وأعراضهم واستتب الأمن وذهب الخوف. وأقرب مثال لذلك هذه البلاد كانت في قلق وخوف وتناحر، كل قرية تقاتل القرية الأخرى التي بجانبها، سلب للأموال وهتك للأعراض وقتل للأنفس وغارات وثارات. فلما جاء الله بدعوة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وساعده آل سعود وأيدوه، وقام الجهاد في سبيل الله وأقيمت الحدود، أمنت هذه البلاد واتحدت وصارت دولة واحدة، بدل ما كانت دولا وإمارات متفرقة وقبائل متناحرة. جمعهم الله على هذا الأمر، حاضرتهم وباديتهم، حتى استتب الأمن
وأشبه زمانهم زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك بنعمة الله سبحانه وتعالى. وأما الدول الكافرة والدول المدعية للإسلام وهي لا تحكم الشريعة، فكما ترون وكما تسمعون فيها من القلق والفوضى والاضطراب ما لا يعلمه إلا الله. فهي عبرة وعظة توجب الشكر علينا لله الذي من علينا بهذا الأمن وهذا الاستقرار. أولم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً ويتخطف الناس من حولهم؟ أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون؟ الله جل وعلا يذكرنا بهذا الأمن ويحثنا على الشكر والاستقامة حتى يتوفر ويدوم لنا، وإلا إذا ضيعنا دين الله جل وعلا ضاعت دنيانا وآخرتنا وضاع أمننا واستقرارنا، وعدنا إلى ما كان عليه أهل الجاهلية ومن شابههم من المجتمعات في قلق واضطراب وفوضى لا يستقر قرار ولا يأمن خايف. ولهذا لما دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما دعا لبلد الله الحرام قال رب اجعل هذا بلداً آمناً وارزق أهله من الثمرات، رب اجعل هذا بلداً آمناً وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فبدأ عليه الصلاة والسلام بدأ بالأمن قبل الرزق، لأن الأمن إذا توفر فإن الناس يتمتعون بالرزق ويطمئنون، وأما إذا لم يتوفر الأمن فإن الناس لا يطمئنون ولا يرتاحون ولا يتلذذون بالأكل والشرب من الخوف والقلق. ولهذا بدأ بالأمن، رب اجعل هذا بلداً آمناً وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلداً آمناً وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، فهذا يدل على أهمية الأمن وأنه لا ينفع المال وسعة الرزق مع فقدان الأمن، بل لا يتمكن الناس من اكتساب المال ولا يطمئن الناس من حفظ المال إذا حصلوا عليه، ولا يطمئن الناس من التمتع بالأموال وهم خائفون. وفقدان الأمن له أسباب، إذا فعلها الناس ضاع أمنهم. من هذه الأسباب وهي كثيرة، إذا لم يشكروا نعمة الله عليهم، إذا كفروا النعمة واحتقروها. قال تعالى وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال سبحانه وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. بطرت معيشتها يعني كفرت بنعمة الله عز وجل، فأبدلها الله بأمنها خوفاً، وأبدلها الله بشبعها جوعاً وفقراً وفاقة، كل ذلك بسبب عدم الشكر لله عز وجل. والشكر إنما يكون بثلاثة أمور: أولاً تحدث بنعمة الله ظاهراً، ثانياً الاعتراف بها في القلب باطناً، ثالثاً صرفها في طاعة مسديها وموليها وهو الله سبحانه وتعالى.
أما الشكر باللسان فقط فهذا لا ينفع، فبشكر الله تطمئن النعم. قال تعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فبالكفر بنعم الله تزول. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه موال. فالواجب علينا أن نعترف بهذه النعمة، هذه النعم العظيمة، وأن نشكرها، وأن نسأل الله أن يديمها وأن لا يزيلها عنا بذنوبنا، وأن نصلح من أعمالنا ونتوب إلى الله من ذنوبنا حتى تبقى علينا هذه النعم في الدنيا وفي الآخرة. فلسنا بأقوى الأمم ولسنا بأقوى الدول، ولم نحصل على هذا الأمن وهذه النعمة بقوتنا، ولكن حصلنا على ذلك بهذا الدين وهذا التوحيد وهذه العقيدة وهذه الطاعة لله ولرسوله. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الدنيا الآن كما تسمعون، الدنيا الآن ترتجف من حولكم، والتهديدات من الكفار والظلم والجور والطغيان، كل ذلك تموج به بلاد العالم اليوم. فنحن على خطر عظيم إن لم نشكر نعمة الله علينا ونقوم بواجبنا، فإننا على خطر عظيم. وقد جاءت النذر، ففي أول هذا الشهر كانوا يسرحون ويمرحون بعد العيد بالحفلات والرقصات وما يشاءون من الشهوات، وفي آخر الشهر يسمعون صوت الإنذار، صفارات الإنذار في البلاد يسمعونها تخويفاً من الله عز وجل، لعلهم يرجعون ويتوبون إلى الله ويصلحون أعمالهم. وإلا فإن النقمة قريبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاتقوا الله عباد الله، واشكروا نعمة الله عليكم، ولا تكفروها، ولا تكونوا من الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار، جهنم يصلونها وبئس القرار. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى، واعلموا أن من أعظم أسباب بقاء النعمة واستقرارها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما سمعتم في قوله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من أعظم أسباب بقاء النعمة واستقرارها، وترك الأمر بالمعروف، ترك النهي عن المنكر، من أعظم الأسباب لزوال النعم وحلول النقم. قال صلى الله عليه وسلم: كلا والله لتأمرن بالمعروف
ولتنهون عن المنكر، ولتأخذن على يد السفيه، ولتأطرنه على الحق أطرا، أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعنهم، أي بني إسرائيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وما أعظم المنكرات اليوم في بيوتنا وفي أسواقنا وفي تجمعاتنا، وقل من ينكر ذلك. فالواجب على كل مسلم، من رأى منكم منكراً، هذا عام لكل مسلم، أن يغير المنكر حسب استطاعته ومقدرته، ولا يعجز أحد أن يغير المنكر في بيته، فإن البيت ملك لك، ومن فيه رعية تحت يدك، وأنت مسؤول عنهم، فلا أحد يعجز عن أن ينكر المنكر في بيته. وأين الذين ينكرون المنكر في بيوتهم؟ إلا من شاء الله، فضلاً عن الذين ينكرون على الناس. فاتقوا الله عباد الله، تآمروا بالمعروف، تناهوا عن المنكر، وابدأوا بأنفسكم وببيوتكم وجيرانكم. ومن أعظم المنكرات، التهاون بالصلاة اليوم، التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام. من الناس من لا يصلي ويقول الإسلام ليس هو الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وهذا يقول: لا، الصلاة ليست من الإسلام، ويترك الصلاة جهاراً نهاراً. ومن الناس من يترك الصلاة في الوقت، وإنما يصلي إذا قام، متى ما قام، فيغير شرع الله عز وجل، لأن الله شرع الصلاة في وقت محدد، ليست على حسب هواك تنقلها حيثما شئت، الصلاة لها وقت. فإذا صليت خارج الوقت من غير عذر فلا صلاة لك، لأنك لم تصلي الصلاة التي أمرك الله بها، وإنما صليت الصلاة التي أمرت بها نفسك والشيطان، فلا يقبلها الله منك. ومن الناس من يترك صلاة الجماعة وهو يسمع الأذان والمسجد إلى جانب بيته، ولا يحضر للصلاة. وصلاة الجماعة فرض على الأعيان، على كل مسلم، كما قال سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. لو حافظنا على الصلاة لانتهينا عن كل منكر. قال تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فماذا يتوقع من الذي لا يصلي أو يصلي على حسب هواه؟ ماذا يتوقع منه أن ينكر المنكر وهو لا يصلي؟ نسأل الله العافية والسلامة، وأن يهدي ضال المسلمين. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين،
واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين عامةً يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلاد المسلمين عامةً يا رب العالمين. اللهم ولي علينا وعلى جميع المسلمين خيارنا، واكفنا شر شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وقنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح إمامنا وولي أمرنا، اللهم أصلح إمامنا وولي أمرنا، اللهم اهده بالهدى وزينه بالتقوى، اللهم اجعله مناصراً لدينك، اللهم اجعله محكماً لشريعتك، اللهم اجعله متبعاً لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أبعد عنه بطانة السوء والمفسدين، اللهم قرب إليه أهل الصلاح والبطانة الطيبة يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً، إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروا نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.